الدور ديالي هو دور حليمة، البنت اللي تربات مع سعيد وسونيا في الخيرية. بحال قلتي هي الام اللي ما عندهمش كتقابلهم، كتحن فيهم، هي اللي دائما جا معاهم. هي واحد البنت اللي متابره وعصاميه وباغا توصل. هو اكيد مختلف لان ما كاينش لي غريماس، كيحاولوا يخلوا لي وجهي بيو ما ولكن كاين واحد نبدات مع الزبير هلال اللي لعب معنا حتى هو. الو هذا اول مشاركه ديالي مع نادا في عمل، و جوسكا مانو سا سباس تري بيان الحمد لله. مخرجه رائعه في اللي على الكود، كتصمت لينا، كتعطينا الوقت الكافي اننا نتقمصوا داك الشخصيه. ومعنا الكوتش طبعا ريان اللي هو غني على التعريف، وهو اصلا هذا الممثل من شفشاون، العيلة عمي كما كنعيط ليه. ومع الممثلين كلهم صحابي، ايوب ابو الناصر، زبير هلال، سلمى صلاح الدين، هذه اول مشاركه ديالي معها حتى هي. Ça se passe très bien, alhamdoulilah.